انا بحب المنين، في منين ناعم وفي منين اللي هو المقرمش. المنين اللي انا عاملاه دوت اللي هو المقرمش سيكا، وهقول لك امتى تعملي ده وامتى تعملي ده وتستخدمي ده ايه وده ده ايه. طيب المنين ده اللي هو المقرمش سيكا اللي احنا بتاع السقسقه اللي هو بنسقسق بيه الشاي بلبن. بس تعالى اوريكم التوريقه بتاعت جوه، بصوا كده. بسم الله، شايفين المنظر؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين التوريقه بتاعت المنين عامل ازاي؟ مش محتاجين فعليا غير كوبايه شاي بلبن ويتسقسق فيه. والريحه فرن، احنا عندنا هنا فاتحين فرن ما شاء الله اللهم بارك. طيب مقادير المنين هتنزل حالا معانا على الشاشه ونشتغل فيها واوريكم التشكيل بتاعه اسهل ما يكون. عجوه وملبن. ايه ده، هو في منين ملبن؟ اه طبعا في منين ملبن وفي منين ساده وفي منين عجوه، كل اللي انتوا عايزينه. طيب العجينه بتاعتنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ انا هشتغل يا ياسمين على طول. انت معايا؟ يلا بينا. علي صوتك يا رغده عشان مش شايفه. عندنا كيلو دقيق، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر. السكر ده يا جماعه مش عشان ينشط الخميره، السكر ده علشان يحمر العجينه يخلي اللون بتاعها محمر. ها، رشه ملح. ها، وكوبايه كيلو دقيق عليه كوبايه الا ربع سمن. مفيش الكلام ده، كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه. لو تلات كوبايات دقيق الايه؟ كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه، لو نص كيلو دقيق بياخد كوبايه الا ربع ماشي او كوبايه. لكن غير يا ماما. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه. كيلو دقيق نص كيلو سمنه معاه معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره من السكر، رشه من الملح، ربع كوبايه سمسم محمص او ثلاث معالق كبار بالشكل ده كده. تمام. عندنا ايه كمان؟ حليب دافي للعجن. طيب حاطه ليه حليب دافي للعجن؟ علشان انا عايزاه مقرمش زي ما قلنا في الكحك، زي ما قلنا في الكحك. هو قريب قوي من مقادير الكحك، بس هنا مفيش اللي هو المحلب ولا ريحه الكحك ولا الكلام ده كله. وهنا مش حاطه بيكنج باودر مع الخميره. المنين انا حاطه له خميره بس مع السكر، كيلو دقيق، نص كيلو سمنه، والسمنه تكون عاديه خالص من العلبه. ما عامله بايه النهارده؟ عامله بحليب. ليه؟ علشان انا عايزه المنين بتاعي مقرمش. عايزه المنين مقرمش. طب انا عايزاه طري، عايزاه كده حاجه تبقى دايبه في البق، يبقى هتشيلي الحليب ده وتعجني بميه. طب انا عايزه ان هو يا نونا يبقى ماسك نفسه مقرمش وفي نفس الوقت دايب، اللي هو اقطمه يبقى فيه تكه لكن دايب في بقي. يبقى هنعمل بميه مع لبن. في ثلاث قوامات للمنين، يا ناعم خالص يا اما مقرمش قوي يا اما اللي هو مقرمش ودايب في نص في نفس الوقت. طيب ببدا ان انا احدد ازاي؟ ببدا احدد بالسوائل. ده اللي بيحدد لي القوام بتاع المنين انا عايزاه ايه. لو عايزاه ناعم خالص هنلغي الميه، هنلغي الحليب ونحط ميه. عايزاه ان هو يكون نص قرمشه او اللي هو المقرمش وفي نفس الوقت فيه تكايه بس دايب، يبقى المقدار اللي هو بتاع السوائل نص ميه ونص حليب. عايزاه ناعم خالص زي الكحك يبقى هنشيل الحليب خالص ونحط ميه. عايزاه مقرمش خالص عشان تسقسقي بيه يبقى نحط حليب بس. طيب انا النهارده عشان عايزاه يبقى ناشف زي السقسق كده اللي انا هعمل بيه هحط حليب بس. هبدا اشغل العجان الاول. وابدا انزل بالسوائل. وتلم معايا العجين. طيب احنا عندنا عجينه خمرانه ودي اللي هبدا اشكل بيها. شايفين شكل السمسم عامل ازاي؟ طيب هينفع في المنين احط شمر؟ اه. ينفع في عجينه المنين احط ينسون مطحون؟ اه. ينفع احط في المنين لو انا بحبه مثلا بريحه الكمون، ينفع اجرش كمون واحطه؟ اه طبعا. ينسون واحطه؟ اه طبعا. شمر واحطه؟ اه طبعا. زي ما انت عايزه، زي ما انت عايزه. طب هينفع من عجينه الكحك اللي هي محطوط فيها ريحه كحك ومحطوط فيها شمر مطحون، ينفع ان انا اشكل منين واسويه؟ اه طبعا، وهيطلع دايب معاكي وزي الفل. كله على حسب ما انت عايز. نخلي بالنا من اللي احنا عايزينه علشان نعرف احنا هنحط ايه.
شايفين انا بنزل بالحليب شويه شويه علشان ما ازودش الحليب مره واحده وارجع بعد كده اقول العجينه عندي محتاجه دقيق. لا، السوائل دي بتنزل في الاخر خالص. كده العجان عندي، انا عايزه اوريكم العجينه ان هي ما بقاش في حاجه في الجوانب خالص. يا الله على العجينه، بصوا كده. بص كده يا ياسمين ولا عند ايمن، شايفين مفيش اي حاجه في الجوانب بتاعت العجينه وملمومه. طيب اعرف منين ان هي مش محتاجه اي حاجه؟ اخد حته عجينه كده. بصوا، من ملمس ايديا للعجينه فهي مش محتاجه اي حاجه غير ان هي تتعجن وبس. لسه مش محتاجه غير ان هي تتعجن وبس، محتاجه خدمه عجين، محتاجه خدمه عجين. يعني بصوا انا لما دعكتها شويه في ايديا اهي، عجنتها شويه، بدات تترى وتنعم، شايفين؟ فانا العجينه اللي قدامي في العجان مش محتاجه غير ان هي تتعجن، خدمه عجين مش اكتر، خدمه عجين مش اكتر. طيب هشيل كده العجينه بتاعتنا واوريكم اللي احنا عاملينها ومخمرينها شكلها عامل ازاي. بنبدا ان احنا نفرد العجينه بتاعتنا كده. ده لو هتعمليه ساده بتبداي ان انت تبططي وتقطعي على طول. طيب لو انا هعمل بعجوه بالشكل ده كده، العجوه بنطريها بسمنه، ما بنطريش ولا بزبده ولا بزيت عشان يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. بصوا كده، ببدا ان انا افرد كده بالشكل ده، بفرد العجينه. عايزه تبططي العجينه بره وتبداي ان انت تفرديها عشان تاخدي طبقات من العجينه مع العجوه، انا ما عنديش اي مشكله. بصوا بقى ده كده، بعد ما بنبدا ان احنا نحط العجوه ببدا ان انا اديله تبطيطه تانيه كده عشان يبدا ان هو يطلع معانا زي ما انت عايزه. حاضر يا ياسمين، فين انا مش سامعاهم. بص يا ياسمين، على حسب ما انتوا عايزين بقى بالشكل ده. تبططي العجوه وتمشيها في العجينه كلها، ما عنديش اي مشكله. حته ان الحجم بتاع المنين نفسه ان هي تكون رفيعه او كنزه، تكون طويله او قصيره، برضو حضرتك اللي بتتحكمي فيها، يطلع معاكي زي الفل.